أشرف عباد الله رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه حفظوا حديث النبي حفظوا كتاب الله نقلوا العلوم للورى عملوا لوجه الله طافوا جميع القرى جهدوا في سبيل الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصحبه. إخواني الكرام، ما زال الحديث موصولا حول وسطية النبي عليه الصلاة والسلام وشريعته. أقول تظهر هذه الوسطية حتى في مسائل العبادات أيضا، فهو صلى الله عليه وسلم كان يدعو أصحابه وهو يعلمهم التوحيد والسنة والشرائع والأحكام إلى التوسط والاعتدال حتى في مسائل العبادات، فكان يحث على مداومة العمل ويبين أن مداومة العمل وإن قل فيه بركة عظيمة. ولذلك تروي عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك، فتقول: سئل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي الأعمال أفضل عند الله؟ أجاب بقوله: أدومها وإن قل. أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى ما يداوم عليه صاحبه وإن قل هذا العمل. ويأتي توجيه آخر منه عليه الصلاة والسلام يقول فيه: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. ولذلك ولتأسيس هذا المنهج الرباني وهذه السمة العالية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام عليها، لتأسيسها في نفوس الصحابة، كان يذم أهل الغلو صلوات الله وسلامه عليه، الذين يشددون على أنفسهم أو يشددون على غيرهم. فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال كما روى ابن مسعود ذلك عنه: هلك المتنطعون. هكذا قالها ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. وكما كان أيضا يقول ذلك كان يعلم أصحابه تعليما عمليا التوسط والاعتدال في أمور العبادات. فهذا جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه يقول: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، يعني معتدل صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي خطبه صلوات الله وسلامه عليه. وقد ظهر هذا الأثر وتلكم التربية في أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ونلحظ هذا في موقف حصل بين رجلين من أصحابه، بين أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وسلمان الفارسي. فعن أبي جحيفة قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني غير مهتمة بنفسها، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما وقدمه له، قال: كل. قال: إني صائم. قال له: كل. وأقسم عليه أنه لن يأكل إلا إذا أكل فأكل. ثم إذا كان آخر الليل وفي الليل قام أبو الدرداء يصلي، فأمره سلمان
رضي الله تعالى عنه أن ينام فنام، حتى إذا ما قرب الفجر قام فصلي، ثم بعد ذلك وبعد هذا التدريب العملي وبعد هذا الموقف الذي حصل من سلمان مع أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما، وهو تربية عملية على القصد والاعتدال حتى في مسائل العبادات، يقول سلمان رضي الله تعالى عنه لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذكر له ذلك، فقال: صدق سلمان. تربية عملية وفقه سديد موفق من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على ذلك ويتابعه، فهو الذي يقول: إذا نعس أحدكم، لو أن إنسانا قام ليصلي فداهمه النوم، فيوجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يرقد الإنسان، إلى أن يستريح، ويعلل ذلك: فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يستغفر فيسب نفسه. هكذا يبين صلوات الله وسلامه عليه، ويوضح القصد والاعتدال حتى في مسائل العبادات، لأن دين الله عز وجل وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويربي أصحابه بشريعة سمحة سهلة ميسورة. إخواني الكرام، أواصل الحديث معكم إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم حول هذا الموضوع، فإلى أن ألتقي بكم على خير، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه، حفظوا حبيب